السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت واحد التدبيرة وعجبتني بخصوص الولفاف وقلت نتقاسمها معكم، خاصة بالنسبة للناس اللي ما كيبغيوش بزاف الشحمة. كما هي العادة في البداية نقوم نسهدو هذيك الكبدة والقلب والرية على النار، ثم بعد ذلك نقطع هذه المكونات ونوضع عليهم التوابل الخاصة بالفاف. بعد ذلك نديرهم في القطبان، وهنا الاختلاف هو أننا عوض من نلفو كل قطعة بالشحمة غنلفو هاد القطبان كلهم بالشحمة. يعني غناخد مثلا كل 4 القطبان غناخد قطعة ديال الشحمة ديال البولفاف، غنضيف لها أيضا التوابل، ثم نوضع هادوك القطبان بربعة فوق منها ونلويها عليهم ونشويها كما العادة. ومن بعد من بغي نوضعها او نستهلكها غادي نقطع هذيك الشحمه، وكتكون الليدام ديالها داز للكبده والقلب، ولكن ما كتكونش خدات لنا واحد الوقت طويل، وايضا ما كتكونش ملفوفه مباشره على هذا القطاع ديال اللحم. كنتمنى التدبيرات تكون راقتكم، والى فيديو اخر باذن الله.